تريلا بالعربي. كتاب الشيخان يتناول هذا الكتاب سيرة الصحابيين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث يحلل مرحلة مهمة من التاريخ الإسلامي وهي مرحلة الخلافة، ويسرد الكاتب أحوال الدولة في خلافة الشيخين ويعدد أهم التحديات التي واجهتهما، مثل حروب الردة التي خاضها أبو بكر ومعارك الفتوحات في عهد عمر. ويقول المؤلف إن كتب من سبقوه في التأريخ لهاتين الشخصيتين قد ذهبت مذهب الإفراط تارة والتفريط أخرى، فالبعض بالغ في تبجيلهما حد التقديس واعتمد روايات غير موثوقة، فيما بخسهما آخرون قدرهما إلى حد إنكار إنجازاتهما والتقليل من شأنهما. أما في هذا الكتاب فيقول المؤلف إنه يعرض تاريخ الشيخين بموضوعية وإنصاف كبيرين، معتمداً الصحيح من المنقول. صدر هذا الكتاب عام 1960 ويحمل تبويباً لفصلين هما أبو بكر، عمر، كتاب الشيخان من تأليف طه حسين. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي منصة لكتابي.